السلام عليكم تمنى قعدت ملاح. اليوم رانا في معرض الكتاب، صح نقولوا معرض الكتاب غير تاع صغار غير تاع الكبار، بصح حنا تاني صغار نحبوا نشرو كتب ونحبوا نقراو. ايبا انا كي نحب بزاف نتفرج لي زانيم وشي نوتاكو، نحب نشري لي مونغا الى اخره، كيما راني حابه نشري مونغا تاع ون بيس، وكاين بزاف لي مونغا اللي راني حابه نشريهم. الكتابات اللي نقراهم بزاف هما شفت تاع الحل التمارين يوتيوب، بصح الكتابات اللي نقراهم بزاف هما القصص تاع الانبياء ولا لي مونغا. قصة سليمان بنقول لكم سورتو الا ما كنتوش ملح في اللغه العربيه ننصحكم بالقراءه، باسكو القراءه راح تفيدكم بزاف وراح تطلع لكم حتى في التقويم المستمر. معناتها نقول لكم ننصحكم بالقراءه وننصحكم ثاني بقراءه القصص باش تكونوا عندكم مستوى كبير ان شاء الله.